بونسوار جيسبر ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم حنديروا لاباج فايتي في 5 دقائق سهله وصفه هايله. نبدا على بركه الله. نسحقوا قرطه الفرينه، نسحقوا نصف ملعقه صغيره ملح، نستعملوا هادو السكري والسالي، ملعقه صغيره تاع سكر، نسحقوا الماء باش نجمعوا العجين، ونسحقوا 250 زبده تاع الفيتاج نكونوا درناها في الكونجيلاتور باش نقدروا نسكرفجوها. لموها ونعاودوا نولوا. بعد ما تلموها عدو نتهزو 2 دقائق وقسمتها على 2. شوفوا كيفاش تكون طرية هكا. ديروا شوية فرينة طون تخافاي هكا. حنحلها كامل رقيقة. حليتها رقيقة واستعملوا نورمال فرينة عادي. دوك نجيبو الزبدة وسكرفاج، ولازم نديرو كامل على السطح الزبدة، نغطوه كامل. استعملوا مليح الفرينة، نحلوا الثانية كيما الأولى، نكملوا نفس الطريقة كيما الأولى. دوك أنا حنزيدو ثاني نسكرفجو. بعد ما شفتوا كما درنا هذيك الاولى في الثانيه، حلوا نورمال في شكل كيما تحبوا. هكا العجينه المورقه راهي واجده. دوك نوريكم لي تور هيك. استعملوا بها الملح والحلو ان شاء الله. انا حنديروا بها لي غوسيت. انا درتها سالي سكري، ماشي درت الملح والسكر. اللي حاب يزيد اذا كان يستعمل سكري برك يدير لها لافاني، ولا نورمال يقدر ما يديرش. هكا تكون عندكم واجده وتجيكم هايله بزاف ومليحه للمملحات. ان شاء الله تجربوها وتعطوني رايكم فيها. اي تعليقات ولا خليهم لي في لي كومونتير. اللي تقدروا هكا تحتفظوا بها في بها بابي فيلم هكا مده شهر في الكونجيلاتور، ما حيصالها والو. تجبدوها وتخدموا بها واش تحبوا. ان شاء الله نكون فدتكم. اللي زارت لاشين ديالي اول مره ما عليها غير تابوني وتفعل الجرس باش يجيها ان شاء الله كل جديد، وان شاء الله المزيد من الوصفات الناجحه ونخدموا بهم عن قريب ان شاء الله. في امان الله.